يمكن واحدة من أكتر الظواهر الفيزيائية المهمة والمبهرة في طريقة عملها واللي محدش فينا بياخد باله منها من كتر ما بنتعامل معها في حياتنا اليومية هي الصوت. بس تخيل لو في يوم من الأيام صحيت لقيت العالم ما فيهوش صوت تماما، يا ترى لو حذفنا الصوت من قائمة الظواهر والتأثيرات الفيزيائية الأساسية اللي بتأثر في الواقع اللي احنا عايشينه، شكل حياتنا هيبقى عامل ازاي؟ وعلشان نقدر نعرف حاجة زي كده ونتخيلها بشكل واقعي ومنطقي، لازم الأول نفهم ميكانيكا عمل الصوت من الأساس. والحقيقة ان الموضوع ده برغم انك ممكن تكون متخيل انه ممل او انك تعرفه قبل كده، الا انه غالبا هيبقى مختلف عن تصوراتك تماما. فتعالى بقى معايا النهاردة نتكلم عن الموضوع ده، وحضر عقلك معايا رحلة علمية جديدة هتختبر حدود استيعابك نفسه. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. اول حاجة لازم نفهمها مع بعض علشان تستوعب اللي جاي، هو الصوت عبارة عن ايه؟ والاجابة ببساطة جديدة هي ان الصوت ده هو الطاقة اللي بتنتجها الاشياء لما بتهتز وبتتحرك ذهابا وايابا بسرعة. يعني مثلا لو انت جيت وضربت بكفك على طبلة، فالسطح الجلدي المشدود للطبلة هيهتز بسرعة كبيرة جدا انت مش هتشوفها بعينيك لحد ما يوصل لمرحلة الرنين، وهنا الهواء المحيط بالطبلة هيبدأ يهتز هو كمان، وهتبدأ الطاقة تتنقل من سطح الطبلة للهواء في صورة موجات بتنتشر في جميع الاتجاهات ثلاثية الأبعاد المحيطة بيها. والموجات دي بقى لما بتمر على ودنك هي اللي بينتج عنها الصوت اللي بتسمعه. يعني تجربة سماعك للأصوات دي في الواقع بتتكون من حاجتين. الحاجة الأولى هي عملية فيزيائية حركية أو كاينتك زي ضرب الطبلة، واللي بتنتج عنها موجات صوتية بتنتشر في الهواء. والحاجة التانية هي عملية بيولوجية بتحصل جوه ودانك اللي بتستقبل وبتعالج الموجات دي بطرق معقدة وبتترجمها للأصوات اللي بيختلف استيعابك ليها على حسب اختلاف مصدرها، سواء طبلة أو كلام أو موسيقى أو غيرها من المصادر الفيزيائية. والفكرة بقى هي إن الصوت بيشبه جدا الضوء في بعض النواحي، يعني لو قارنت ما بينهم هتلاقي إن الصوت بيتكون من موجات، والضوء برضو نفس الكلام بيتكون من موجات كهرومغناطيسية. بس الفرق هو إن الموجات الصوتية بتحتاج وسط مادة لانتقالها، وعلشان كده مش بتتنقل في الفضاء الخارجي، ولكن موجات الضوء مش بتحتاج لأي وسط مادي، وعلشان كده بنشوف ضوء الشمس والنجوم وضوء أي حاجة في العالم حوالينا. وطريقة انتقال موجات الصوت نفسها عبر الهواء مش هي نفسها الطريقة اللي ممكن تتصورها في خيالك. يعني مثلا لو قارنت الموضوع بالطريقة اللي بتنتشر بيها أمواج البحر، هتلاقي إن أمواج البحر بتتنقل على شكل اهتزازات بتطلع لفوق وتنزل لتحت، وده علشان تأثير جاذبية القمر والشمس على الأرض بيخلقوا حركة مد وجزر بتشد المية لفوق على امتداد سطح المية، وبعدين لما التأثير ده بيخلص المية بترجع تاني لوضعها الطبيعي. وفي الحالة دي بيسموا النوع ده من الموجات باسم الترانسفيرس ويفز، أو الموجات المستعرضة أو العرضية. ولكن موجات الصوت بقى بتنتشر بطريقة مختلفة خالص، وده علشان الصوت بيأثر في جزيئات الهواء نفسه وبينقل طاقة حركية ما بينها، فبالتالي ده بيخلخل التماسك بتاع الهواء ويزق جزيئاته لقدام، والجزيئات دي بتتخلص من الطاقة دي هي كمان لما بتنقلها للجزيئات اللي بعدها وهكذا لحد ما توصل لودانك. ومن هنا بتلاقي ان موجات الصوت في الواقع بتنتشر بزاوية مختلفة وبتمتد لقدام وورا في نفس اتجاه انتشارها. وبكده هتلاقي ان الموجات الصوتية بتنتمي لنوع اسمه البريشر ويفز او موجات الضغط، وساعات بيسموها الموجات الطولية. جميل لحد كده. لو هنكمل مقارنة مع امواج البحر، هنلاقي ان الامواج اللي بتتنقل على سطح المية بتتسبب في اشكال دائرية او طولية، واللي دايما بتبقى ثنائية الابعاد علشان هي بتنتشر على سطح مستوي، وساعات ممكن تلاقي خبطت في جدار مثلا وارتدت وانعكست في اتجاه مختلف. وكل ده بيحصل في الواقع بسبب انتقال الطاقة الحركية دي عبر وسط المية. يعني الموضوع ملوش علاقة بالمية نفسها، بل هو انتقال الطاقة عبر المية. ونفس الكلام ده ممكن تطبقه على الصوت لما بينتشر في الهواء. الموجات الصوتية برضو بتنعكس عن اي حاجة بنفس الطريقة اللي بينعكس بيها الضوء عن المراية، او طريقة انعكاس امواج البحر لما بتخبط في جسم سفينة او غيره. بس انعكاس موجات الصوت ده بقى بيتسبب في ظاهرة غريبة شوية، والظاهرة دي هي انك بتلاقي نفس الصوت اللي انت سمعته لما مر على ودنك في المرة الاولى بتسمعه مرة تانية بس في نقطة مختلفة من الزمن في المستقبل، وهو ده بقى اللي بيسموه صدى الصوت، انك بتسمع نفس الصوت بيتكرر مرة تانية في اوقات مختلفة في الزمن بنفس النغمة والتفاصيل. وسبب التأثير ده هو ان موجات الصوت سرعتها بطيئة جدا بالمقارنة بسرعة الضوء، وعلشان كده الارتداد والانعكاس ده بيكون ملحوظ بالنسبة لك
بعكس مثلا ارتداد موجات الضوء اللي بيحصل بالنسبة لك بشكل فوري، نظرا لأن سرعة الضوء هي أكبر سرعة في الكون وسرعة انتقال المعلومات القصوى في الفضاء. فعمرك ما هتلاحظ ارتداد موجات الضوء، ودايما هتلاقيه بيحصل قدامك بشكل فوري. يعني ارتداد وانعكاس موجات الصوت بيديك نظرة حقيقية واقعية على اللي بيحصل بعيد عن مستوى إدراكك لما موجات الضوء بتتنقل في الفراغ، بس بيخليك تسمعها بدل ما تشوفها. وده طبعا بيشكل وسيلة ممتازة للعلماء علشان يدرسوا خصائص الضوء ويفهموه أكتر، وبيستعملوا ده كتير في التجارب الفيزيائية لما يكونوا عايزين يعملوا تجربة نتائجها هتكون بسرعة مناسبة لإدراك البشر. طيب سؤال بقى عمدة، احنا ساعات بنسمع أصوات عالية وأصوات هادية، وأصوات ليها تردد عالي وأصوات تانية ليها تردد منخفض، وحتى الآلات الموسيقية اللي بتعزف نفس النغمة الموسيقية بتنتج موجات صوتية مختلفة تماما وبنسمعها ونستوعبها بشكل مختلف، فيا ترى ده بيحصل ليه؟ هقولك إن الفكرة يا صديقي هي إن أي موجات صوتية بتتولد لما بيتم بذل طاقة حركية عن طريق التأثير على أي جسم فيزيائي بيبقى ليها نمط محدد أو باترن زي ما بيسموه، والنمط ده بيسموه الانتنسيتي أو سعة الشدة. وطبعا كل ما كان الصوت أعلى كل ما سعة شدته بتكون أعلى، ولكن سبب إن نغمة الصوت نفسها تبقى مختلفة هو إن الموجات الصوتية مش بس بيكون ليها انتنسيتي أو سعة شدة، لأ دي كمان بيبقى ليها خاصية تانية اسمها الفريكوينسي أو التردد، وده عبارة عن السرعة اللي بيتم بيها إنتاج الموجات في الثانية الواحدة. وعلشان كده مثلا بتلاقي إن مغني الأوبرا أو السوبرانو صوته مسرسع، وده لأن تردد موجات صوته بتكون عالية جدا، بعكس مثلا البيس سينجرز أو مغنيين البيز اللي بيكون صوتهم عميق علشان تردد صوتهم بيكون ضعيف. ونفس الكلام ده برضو بيحصل في الآلات الموسيقية، ممكن يبقى وتر آلة معينة مشدود أكتر فيدي تردد أعلى ويبقى صوته مختلف عن وتر تاني مرتخي عنه، زي مثلا الفرق بين الكمان وآلة الدبل بيز. على الرغم من إن الاتنين آلات وترية وشبه بعض، بس الكمان العادي تردده أعلى وسعة شدة صوته أعلى بكتير من كمان الدبل بيز. والفكرة بقى ان العلماء بيقيسوا شدة الصوت ده بوحدة اسمها الديسيبل، وكل حاجة في الكون ليها وحدة صوت حتى السكوت نفسه، علشان العالم دايما بيكون فيه صوت حتى لو انت مش سامعه لانه ضعيف جدا. يعني مثلا صوت الهمس بيوصل ل30 ديسيبل، والمحادثة الطبيعية بين اي اتنين ممكن توصل ل60 ديسيبل. اما بقى الاصوات اللي شدتها 85 ديسيبل او اكتر فدي ممكن تسبب خطر على الانسان وممكن تؤدي لضرر سمع مؤقت او دائم، وده علشان شدة الصوت ساعتها بتعمل ضرر لعظميات الأذن الوسطى وبتتسبب في ضغط كبير على طبلة الأذن الوسطى ممكن يوصلها لأنها تتمزق أو يحصل فيها ثقب. ده غير الضرر اللي بيحصل للخلايا الشعرية اللي موجودة في الأذن الداخلية. بس عارف انت بقى ايه أكتر حاجة مثيرة في موضوع الصوت ده؟ هي سرعته، علشان سرعته محدودة لدرجة أننا ممكن نلاحظها أو نسبقها، بعكس الضوء اللي بيشكل سقف أي سرعة فيزيائية ممكنة التحقيق. وسرعة الصوت هي السرعة اللي بتتحرك بيها الطاقة في شكل موجات بين مكانين مختلفين. ومثلا لما بنقول ان في طيارات اخترعها البشر بتقدر تخترق حاجز الصوت، فده بيكون معناه المباشر هو ان الطيارة دي بتبقى وصلت لسرعة اعلى من 340 متر اللي بتقطعهم موجات الصوت في الثانية. وهنا بينتج عندها ظاهرة مذهلة اسمها السونيك بوم او الانفجار الصوتي، اللي هي بتبقى عاملة زي صوت انفجار قوي بتسمعه لما الطيارة بتعدي سرعة الصوت، علشان هي في الواقع بتكسر حاجز جزيئات الهواء اللي قدامها اللي بيزقها الصوت وبتخترقه تماما. وطبعا لو قارنا سرعة الصوت مع سرعة الضوء هنلاقي ان سرعة الموجات الصوتية بطيئة جدا لدرجة انها ما ينفعش تتقارن بيه اصلا. وبسبب التفاوت الرهيب في السرعات ده ممكن مثلا تشوف الطيارة النفسة وهي طايرة من فوق دماغك لمدة ثانية او اتنين الاول قبل ما تسمع صوت المحركات بتاعتها بعد كده، او تشوف البرق الاول قبل ما تسمع صوت الرعد. والحقيقة ان الصوت ده واحد من اهم الظواهر الفيزيائية اللي بتحصل في عالمنا الحقيقي كل يوم وبتشكل واقعنا نفسه، واللي مستحيل حد يلاحظها او يستوعب مدى اهميتها الا لما يجرب يعيش من غيرها لحظة. فتخيل انت بقى كان ممكن يكون شكل العالم عامل ازاي لو الصوت ده ما كانش موجود. والاغرب من ده تخيل لو خصائص موجات الصوت كانت مختلفة وكان الصوت بيقدر يتنقل في الفراغ زيه زي الضوء. تخيل مدى قوة وعنف اصوات الانفجارات الشمسية والنجمية اللي كانت هتوصل لنا هنا على الارض وترعبنا في كل لحظة من كل يوم بنعيشه. وممكن لو شدتها زادت لثانية واحدة يوصل الامر لانها تقضي على وجودنا تماما. فالحمد لله على نعمة قوانين الفيزياء اللي بتحمينا وبتمنع ده عننا، وأكيد الفضل مش بيرجع لقوانين الفيزياء ولكنه بيرجع لخالق القوانين نفسها. هستنى أعرف رأيك في حلقة النهاردة في التعليقات، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه
دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وكمان اشترك في قناة غموض بلا حدود اللي بقدم فيها محتوى شيق ومختلف. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.